فيديو النهارده عندنا لقطه لكريستيانو رونالدو وهو بيرقص بالسيف على الطريقه السعوديه. النهارده كان يوم التاسيس، واليوم دوت اللي تاسست فيه الدوله السعوديه الاولى، وهو كان يوم 22 فبراير 1727. فالنهاردة المملكة العربية السعودية كانوا بيحتفلوا بيوم التأسيس، وعندنا نادي النصر السعودي احتفل بيوم التأسيس على طريقته الخاصة، وجعل لاعبي النصر السعودي يرتدوا الزي السعودي، ومن ضمنهم كريستيانو رونالدو زي ما انتوا شايفين كده لابس الجلابية السعودي وعلى كتفه علم السعودية، وكان النهاردة بيرقص بالسيف على طريقة السعوديين وتقاليدهم ان هم بيرقصوا بالسيف. ديت اشهر رقصة ليهم، الرقص بالسيف، طبعا ديت تراث عندهم. فلما كريستيانو انه يرقص بالسيف، اعتقد ان الناس ممكن ما تعرفش ايه يوم التأسيس، فالعالم كله لما يشوف صورة كريستيانو وهو بيرقص بالسيف، فاكيد الناس كلها هتبحث ايه هو السبب ان هو يخليه يرقص بالسيف، وايه مناسبة الاحتفال بكده. فطبعا العالم كله هيعرف ايه هو يوم التأسيس. كريستيانو يعتبر كده بيزود معلومات الناس عن السعودية، او العالم كله بيعرف معلومات عن السعودية مفيش حد يعرفها، لان هو من اكتر الشخصيات المشهورة على مستوى العالم. فلما يبقى في السعودية، لا، الناس هتكتسب معلومات عن السعودية مفيش حد عارفها، ودي حاجة كويسة.